ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعملنا في الجزء الأول من الحلقة السمك البلطي بالزبدة والكابري وعصير الليمون، ودخلناه الفرن سوا. ودلوقتي هنعمل الطبق المكرونة. احنا سلقنا المكرونة في الجزء الأول وقطعنا البدنجان مكعبات وتشوى في الفرن، هنبص عليه واحنا بنعمل الطبق بتاعنا. انا هحط كده بس ايه تسخن، حط شوية زيت زيتون عشان نحمر فيهم البصلة بتاعتنا. انا عندي كده بصلة متقطعه صغير بالشكل ده كده، احط البصلة وهحط كمان مع البصلة الفلفل الاحمر. فلفل احمر متقطع مكعبات زي ما قلنا. افكركم احنا هنعمل المكرونة دي بالبدنجان المشوي اللي احنا حاطينه في الفرن بالشكل ده كده، وهديهم بس ايه رشة ملح عشان الحاجات دي عايزاها انا تبقى طرية. نديهم شوية ملح بالشكل ده. طبعا انا عايزة اقول ان احنا في الطبق ده لازم برضو نراعي الملح، لان احنا هنحط فيه كابري وهنحط كمان زيتون اخضر واسود الاثنين مع بعض. يعني عندنا العينين الخضراء والعينين السوداء، بس عينين صغيرة قوي قوي لان احنا مقطعينه صغير. هقلبهم بالشكل ده كده، هستنى بس ايه البصلة تدبل او تبقى شفافة، والبدنجان الفلفل كمان الاحمر ده برضك نفس الحكاية يبقى شفاف، يدبل بقى مش هيبقى شفاف، يبقى طري بمعنى اصح. وهنبص على البدنجان اللي في الفرن عشان نشوف اخباره ايه. كفاية كده، ادي البدنجان بالشكل ده. المهم ان هو اخد طعم الشوي وبقى طري، وهيكمل السوى كمان هنا يعني مع بقيه المكونات اللي عندي. والمكرونه جاهزه انا مصفياها وكمان محتفظه بالميه بتاعتها. من ضمن مكونات الطبق دوت انا عندي الثوم المفروم، وعندي زعتر، وعندي زي ما قلت لكم عينين سودا وخضرة، وعندي الطماطم متقطعه مكعبات، وفي نفس الوقت اخدينها يعني انا عصرت طماطمايه او طماطمايه ونص عشان يبقى فيه صوص طماطم، وعندي الباقي كله مربعات. والكابري والجبنه شيء اساسي للمكرونه. انا اخترت جبنه شيدر، ما حبيتش الفارماجان ولا الجبنه التركي علشان ما تبقاش الحدوقيه عاليه قوي. احط الثوم بالشكل ده كده معايا، انا عندي فصين ثوم مفريين. الريحه الحلوه واجهز الطماطم بتاعتنا. وطبعا السمك الروايح بدات تشتغل، وان شاء الله الطعم كمان يعجب. بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما دخلت السمك في الفرن، وطبعا بما ان احنا كملنا بقيه الحلقه وسوري كملنا بقيه الفاصل والسمك جوه الفرن، جيت انا في الفاصل شلت الفويل من على السمك عشان يكمل السوى مع بعض وما ياخدش وقت ايه، عشان احنا عارفين وقتنا. انتوا في البيت بقى براحتكم. حط بقى كده مكعبات الطماطم بصوص الطماطم واقلبه بالشكل ده كده. ريحه حلوه قوي. اقلب طبعا الطماطم دي هتنزل الصوص بتاعها مع الصوص اللي هو فيها، يعني مع الميه اللي انا عصرتها زي ما انا قلت لكم كده اهو. وهضيف بقى ايه البدنجان المشوي. اجيب بس حاجه امسك بيها. نزل البدنجان كده، ريحه حلوه وطعم ان شاء الله
الحلو. اقلب كده، لو حسيتوا ان هي محتاجه شويه ميه ممكن تاخدوا من ميه الطماطم، من ميه سوري المكرونه السلق، بس انا هستنى لان الطماطم هتنزل صوص معايا. بصوا دي الخلطه اللي هنضيفها او اللي هنضيف المكرونه ليها كده اهو. قلبها كده، هتبلها فلفل اسود وشويه ملح صغيرين قوي لان لسه هنحط الكابري والزيتون، شويه فلفل اسود كده بس، رشه بسيطه من الملح، رشه بسيطه بس كده كفايه، واقلب كل الكلام ده سوا. بصوا اهو الطماطم بدات تنزل الصوص ازاي، والريحه رائعه. طبق غني جدا، يعني عايزه اقول لكم ان ده ممكن يبقى وجبه كامله، في خضار وفي مكرونه، هو ينقصه البروتين بس يعني الخضار والمكرونه كفايه، مش لازم كل يوم بروتين كل يوم بروتين، بس الطبق طعمه بيبقى حلو قوي. اقلب كده، وهجيب بقى الكابري وهجيب الزيتون، العيون، العيون ولا الزيتون؟ نقول العيون. نحط شويه زعتر بس كده الاول، وهحط الكابري. كابري حطيناه في السمك كمان بيدي طعم حلو قوي، بس نراعي الملح يا جماعه. واحط كمان الزيتون، ممكن مش كل الزيتون ده، انا مختاره زيتون يبقى اسود واخضر الاثنين سوا، واقلبهم خلطه رائعه رائعه وريحه حلوه قوي كده. انا هعمل ايه بقى، انا هاخد شويه من الميه بتاعه المكرونه، اخد حبه بس كده اضيفها هنا بالشكل ده، مع ان بصوا هو منزله بس انا عايزه حبه اكتر كده اهو، عشان انا عايزه المكرونه يبقى ليها صوص كده اهو. اقلب، حلوه قوي، ريحه حلوه جدا بالشكل ده. عايزين نبص بصه على السمك اخباره ايه، ونسيب ده بس ايه يتسبك شويه مع المكونات الكتير الحلوه دي كده، سيبها تتسبك كده شويه. هنبص على السمك سوا، رائع، فاضله حاجه بسيطه ونطلعه، احنا بس عايزين ناخد ايه المكرونه نحطها عندنا. ادي المكرونه، نزلها بالشكل ده كده، والريحة تجنن. اقلب، اقلب بس كده، لو حسينا ان هي هنحتاج مكرونة تاني هنحط، بس كده كفاية قوي، ريحتها حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان ريحة الزيتون والكابري والزعتر عاملة شغل جامد كده. انا هسيب المكرونه بس تاخد شويه من الروايح والصوص الحلو ده عبال ما نطلع السمك سوا، سمك ومكرونه. شفتوا بقى انا عامله لكم ايه، مدلعاكم ازاي، عامله لكم اطباق مختلفه جدا النهارده، حاجه حلوه اهو كده. طلع بقى السمك بتاعنا، ادي السمك ايدي السمك بتاعنا بالشكل ده، ريحته رائعه وان شاء الله طعمه كمان يعجبكم. انا هطفي على المكرونه كده، جميله جدا. جيب طبق التقديم، هنقل السمك، انا حاطه له طبق سمك. طلع بقى المكرونه كده بالشكل ده، ريحه وطعم وان شاء الله تعجبكم. طبق مغذي جدا مليان مكونات، والبدنجان المشوي ده كمان بيدي طعم حلو قوي للطبق كده. كفاية انا عندي اخر تاتش للمكرونة، ان انا هحط لها شوية جبنة شيدر زي ما قلت لكم، انا اخترت الجبنة الشيدر عشان مش ناقصين بقى حدوقية واملاح اكتر من كده. ادي طبق المكرونة جاهز عندي،
اجيب بس اطلع سمكه في طبق حلو برضو بالشكل ده. نادي السمكه نمسك عشان اللسعان كتير. ادي كده السمكه بتاعتنا، حط لها بقى شويه صوص من اللي حواليها والكابري كده والبصل الاخضر. الريحه مش قادره اقول لكم يا جماعه حلوه قد ايه، ان شاء الله تعجبكم. وادي طبق جديد للبلطي بطريقه مختلفه. شيل بس اهم حاجه التاتش الاخير، التقديمه الاخيره بس كده. بس نظبط الطبق. ادي السمكه وادي المكرونه، ادي اطباقنا للنهارده. عملنا مع بعض سمك بلطي بطريقه مختلفه بالزبده والليمون والكابري، وعملنا طبق مكرونه بالبدنجان المشوي والزيتون الاخضر والاسود او العيون الاسود والاخضر والكابري. اتمنى ان الاطباق النهارده تكون عجبتكم، ونتواصل دايما مع ويب سايت ست البيت. وصفه دايما عندنا، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.